تمام. في عندي اناونسمنت تاني ان شاء الله الساعه 2:30، دي حاجه مش هتلاقوها في الاجنده. الساعه 2:30 باذن الله بعد الغداء هتبقى في ورك شوب من مايكروسوفت، هنتكلم عن الويندوز ادفانسد سكيورتي. هو اوريدي كل واحد فينا عنده نسخه الويندوز بتاعته فيها سكيورتي فيتشرز. الورك شوبس بصفه عامه هتتكلم انت ازاي تستخدم الفيتشرز دي، ازاي تسكيور نفسك من دلوقتي، من وانت في الاستيج اللي انت فيها. هيتكلم عنها مهندسين بتوع مايكروسوفت احمد الاناديلي في الورك شوب في القاعه الفرعيه الساعه 2:30. كمان امبارح الديموز اللي احمد نبيل ما لحقش ان هو يعملها بتاعه الاي تي اي برده ان شاء الله هنعملها في نفس الورك شوب الساعه 2:30 في القاعه الفرعيه. جميل. بفكركم تاني بالايفالويشنز، وبفكركم تاني بالسحب بتاع زناد، والسحب كمان بتاع استمراريه في اخر اليوم. تمام. جاهز. تمام. السيشن اللي جايه ان شاء الله هنتكلم فيها عن التليفون بروتوكولز. طبعا التليفون بروتوكولز ما عادتش زي زمان، هي مجرد هي مكالمه ناس بترد وبتقفل سماعه وخلاص. طبعا احنا عارفين ان هي التطور اللي حصل فيها بقى فيها شورت مسجنج، واتساب، التليكونفرنسنج، تقدر انك تعتمد على التليفون بروتوكولز بكذا طريقه، وتقدر تعمل كمان لوكيشن سيرفيسز ثرو التليفون بروتوكولز. لكن زيها زي اي بروتوكول تاني في فولنربيليتيز، في نقط ضعف لازم ازاي ان احنا نكون عندنا وعي عنها، وازاي ان احنا نقدر نحمي نفسنا منها. عن كده واكتر ان شاء الله هيكلمنا ضيفنا اللي جاي مهندس لؤي عبد الرازق. اتفضل يا مهندس. استنى. شغال. ماشي. مساء الخير. يمكن دي اول مره ليا هنا، شرفني اكون معاكم النهارده. يمكن يكون في ناس كتير استغربت من الاسم او عايزه تصنف التوبيك دي تحت ايه. الحقيقه التوبيك دي ممكن نقدر نقول هي تحت برانش من برانشات الموبايل سكيورتي، سبيشاليزد اكتر في التلكو او التلكو بروتوكولز. لان في الاول وفي الاخر احنا اي انتر اكشن بنعمله بالتليفونات بتاعتنا، في الاول وفي الاخر في بروتوكول في الباك اند شغال، هو اللي بيخليك تعرف تتكلم، بيخليك اللي انت تقدر اللي انت تبعت اس ام اس، يخليك حتى اللي انت الواتساب بتاعك اللي شغال ده شغال. الحقيقه ان البروتوكولز اللي في التلكو بروتوكولز من ساعه ما ابتدت في السبعينات عشان تشغل الفيكست لاينز كان لسه فيها ايشو. الايشوز او الثريتس الموجوده فيها موجوده باي ديزاين وباي امبلمنتيشن في الاوبريتورز دلوقتي، سواء هل احنا بيعرفوا يعملوا اوثنتيكيشن، بيعملوا بلاك ليستنج، وايت ليستنج. الكلام ده ما بيحصلش. الموضوع ابتدى منين؟ الموضوع ابتدى الحقيقه من يمكن من سنتين، لو في ناس سمعت، اكيد ناس سمعت عن السنودن ليكس، وازاي ان الان اس اي كان عندها سيجنالينج ديفيجن او سيج ديف، ده كان مهمته ان هو انترسبت كل الترافيك اللي موجود او الموبايل كوميونيكيشنز الموجوده بتاع اي حد. طب كان بيعملوا كده ازاي؟ وهل الموضوع بس هيبقى مقتصر عن مجرد انتليجنس ايجنسيز او حكومات بتتنصت على حكومات زي ما كانوا بيتنصتوا على ميركل في المانيا، وبالتالي المانيا كانت بتنصت على كلينتون بيك انترسبتوا، وكان في برضه انسيدنت حصل ما بين اوكرانيا وروسيا. طب هل الموضوع مقتصر على حكومات، ولا ممكن كمان ان هو يبقى كوميرشال سوليوشنز؟ الحقيقه في كوميرشال سوليوشنز ابتدت تطلع ان هو بس مقوم او مديفلوب سيستم يتراك اليوزر عن طريق رقم التليفون، تحط له رقم التليفون يجيب لك اللوكيشن بتاعه فين اب تو الجي بي اس لوكيشن بتاعه. فبالتالي انت اليوزر برايفسي بتاعتك اي حد ممكن يتراكك. الموضوع مش مقتصر بس على اللي انا اعرف اللوكيشن بتاعك فين، لا ده انا ممكن انترسبت الاس ام اسز بتاعتك. فتخيل حضرتك شغال بتو واي اوثنتيكيشن بالبنك اكونت بتاعك، انا انترسبت الاس ام اس، اي هاجكت البنك اكونت بتاعك، اس ام اس، اي هاجكت الايميل بتاعك. فاليوزر برايفسي ذات نفسها في ريسك. في ارتكلز كتير اتكتبت على الموضوع ده، سواء ازاي ال الانترسبشن اللي بيحصل كان ما بين الانتليجنس ايجنسيز او الكوميرشال سوليوشنز اللي طلعت. المخيف في الموضوع ان الموضوع بقى بابليك سيرفيس، بقى دلوقتي في شركات مقومه زي نقدر نقول داتا بيز لوك اب او موبايل داتا بيز لوك اب، تمام، بحجه ان انت علشان ما تصرفش فلوس كتير وانت بتبعت اس ام اس وما تضيعش فلوسك على الفاضي، لا اتاكد ان الموبايل ده شغال ولا مش شغال. بس الحقيقه ان الموضوع بيبقى فيه اكتر من كده، ان هو بيجيب لك اللوكيشن بتاع الراجل ده فين. ده كان بي او سي معمول على رقم من الارقام في اوبريتور في الخليج. الحقيقه في الوقت ده كان موجود فعلا في مصر. كل اللي انت بتعمله انت بتدخل رقم التليفون في الويب سايت وبيطلع لك اللوكيشن بتاعه فين واتاتش مع انهي نتورك، وبالتالي انت ممكن تستخدم اللوكيشن انفورميشن الموجوده دي اللي انت تقدر
اول حاجه تسكان بيها الاوبريتور اللي هو تحتيه، فتقدر تعرف ايه النتورك نودز الثانيه اللي موجوده في الاوبريتور. فالموضوع بقى بابليك سيرفيس، حتى انت اي حد دلوقتي بقى يقدر يسيميليت نفسه ان هو اوبريتور، وبالتالي ما فيش اي نوع من انواع الاوثنتيكيشن او ما فيش نوع من انواع السكيورتي في البروتوكول نفسه. فبالتالي اللي انت تقدر تاكسبلويت البروتوكول ده وتايجاك اليوزر برايفسي. دي من ضمن الدوكيومنتيشنز اللي كانت ليكت، ان الان اس اي كان بتستخدم عشان تقدر ان هي تقدر عشان تقدر تاتاك او عشان تقدر اوبريتور يتكلم مع اوبريتور لازم يكون في حاجه رومينج اجريمنت او اي ار 21. الاي ار 21 ده ببساطه بيكون فيه كل الانفراستراكشر بتاعتك، النودز بتاعتك، اساميها، الادريسز بتاعتها، تعرف توصل لها ازاي. فبالتالي اي حد معاه الاي ار 21 دوكيمنت دي بيقدر ان هو يتعامل مع الانفراستراكشر بتاع التليكوم اوبريتور. فدي كانت الطريقه اللي ان اس اي تقدر تنترسبت بيها كل انترسيت بيها التارجتس بتوعها اوفرسيز في اي حته او اي اوبريتور. وده كان بيستخدموه الحقيقه في الحروب، ان هم بيلوكيتوا التارجت بتاعهم، بعد كده هم عايزين يترمينيتوا تارجت معين، فكانوا بيجيبوه عن طريق الاف 7 او التلكو بروتوكولز والفولنبيلتيز اللي فيها. على اليمين هنا في ده كوميرشال سوليوشنز، زي ما احنا كنا اتكلمنا ده سكاي لوك كوميرشال سوليوشن، ده مستخدم ان هو يتراك اليوزرز في اي حته، والافشنسي بتاعته حوالي بتوصل ل 70% مجرد اللي انت بس تدخله رقم التليفون ويطلع لك فيه اللوكيشن على الجراف عامل ازاي. لو حد عايز يشوف الدوكيمنت الاصليه بتاعت السيجنال ديفيجن، اللينك تحت، ممكن تنزل البي دي اف وتشوف ازاي هما كانوا بيعرفوا انترسبتوا اليوزرز. طيب احنا ايه اللي عايزين نتكلم عن التوبيك دي ليه؟ الحقيقه في ثلاث نقط. اول حاجه احنا عايزين نوسع فكره الموبايل سكيورتي شويه، لان الموبايل سكيورتي دايما بيبقى الكونسبت بتاعها احنا اوبريتنج سيستم فيرموير وابلكيشنز عليه والمالويرز عليها. ده كلام جميل، بس انت دلوقتي الموضوع وسع بقى، انت عندك فيه مشاكل في السيم كارد بتاعتك، عندك مشاكل في البيز باند نفسه، الشيبات اللي عندك على الموبايل دي فيها مشاكل، عندك مشاكل في البروتوكولز او في الانفراستراكشر بتاع الاوبريتور نفسه. كل ده بيوسع الثريد فيكتورز بتاعت الموبايل سكيورتي. فمهم جدا ان احنا نريديفاين الموبايل سكيورتي ونعرفه بطريقه ثانيه. تاني حاجه احنا عايزين نعملها النهارده، اللي احنا عايزين نشوف ازاي انت اليوزر البرايفسي بتاعتك بتليفونك اللي في جيبك، سواء بقى معاك سمارت فون، معاك ليجاسي فون نوكيا 3810 مثلا، لا انت ستيل تارجت للاتاكس. واخر حاجه احنا اكيد نتمنى ان احنا نكونتريبيوت نحط شويه كنترولز مع الاوبريتورز او الريجيليتورز اللي موجوده، ان هي تقدر عشان نليمت نوع الاتاكس دي، وبالتالي ان احنا نقدر بشكل من الاشكال انهانس اليوزر برايفسي اللي موجوده. هنمشي ازاي؟ فاول طبعا لازم هندي overview عن ال 2G و 3G architecture عشان الناس تبقى متخيله ال البروتوكولز دي بتستخدم فين وشكل الاوبريتور وايه النودز المهمه وايه النودز بيحصل عليها اتاك. تمام، هنتكلم عن الستاك وهنتكلم عن الثريتس، ازاي الثريت موجود في الستاك باي ديزاين. بعد كده هندي فيه اتاك سيناريوز، ازاي اقدر انترسبت كول، ازاي اقدر انترسبت اس ام اس، ازاي اقدر انترسبت الواتساب بتاعك، وهيكون فيه سيميليشن عن ازاي انا ممكن اقدر اتراك يوزر، وبالتالي هيكون وفي اخر حاجه هيكون في شويه كونتر ميجرز ممكن الاوبريتورز ياخدوها، لان للاسف اليوزر ما يقدرش يعمل حاجه، والكونتر ميجرز انت تاخد من ناحيه الاوبريتور. ده ببساطه ده هاي ليفل دايجرام جدا على 2G و 3G اركتكتشر. تمام، زي ما احنا شايفين عندنا كارير A وكارير B، دول اثنين اوبريتورز بيتكلموا مع بعض كونكتد بايه؟ الخطوط الحمراء دي الخطوط اللي بيبقى فيها الاس 7. الاس 7 او التلكو بروتوكول او السيجنال بروتوكول اللي بيستخدم في الكوميونيكيشن موجود في الكور بتاع الاوبريتور، وموجود ما بين الاوبريتور والاوبريتور في الاس 7 انتركونكت. النودز المستخدمه او اهم النودز اللي احنا محتاجين نعرفها وتكون موجوده في الاوبريتور، اول حاجه عندنا الاتش ال ار او الهوم لوكيشن ريجستر. ده نقدر نقول هو المين داتابيس في اي اوبريتور. الداتابيس ده بيبقى عليه كل الانفورميشن بتاعتك، اول حاجه رقم تليفونك، السبسكريبشن انفورميشن بتاعك، مكانك فين، السبسكريبشن بلان بتاعتك، انت بوست بيد بري بيد، الايمي بتاع التليفون بتاعك، الايمزي او الانترناشونال موبايل سبسكرايبر ايدنتيفاير، والايمزي ده الاي دي بتاع اليوزر. يعني احنا دلوقتي لما باجي اكلم يوزر انا بكلمه برقم تليفون، بس اللي فعلا بيحصل جوه الاوبريتور او السيرفيسز او اليوزر متعرف ازاي جوه الاوبريتورز وما بين الاوبريتورز ببعض عن طريق الايمزي. فكان لو انا معايا الامزي بتاعك انا كده ممكن اقدر اعمل حاجه، انا كاني معايا بطاقتك تقريبا.
طبعا عليه ايه السيرفيسز الالاود، هل انت شغال كول فوروردنج، هل ممكن في بيرنج سيرفيسز عليك، هل انت ممكن تقدر تعمل رومينج ولا لا. تاني نود او اتنين نودز مهمين الحقيقه كومباين في وان نود، الام اس سي والفي ال ار، الموبايل سويتشنج سنتر. الموبايل سويتشنج سنتر ده ببساطه ده السويتش اللي بيروت الكولز والاسس بتاعتك. يعني دلوقتي حضرتك عشان تعمل تليفون او تبعت اس ام اس لازم في نود بتكون عارفه مكانك فين، تبتدي تروت الترافيك ده عشان يوصل لك. تمام، اللي بيعمل القصه دي الموبايل سويتشنج سنتر او الام اس سي. فبالتالي انا لو عارف الام اس سي او عارف الادرس بتاع الام اس سي وبعت لها دايركت، تمام، الترافيك هيجي لك على طول. الفي ال ار دي دايما بيكون هي والام اس سي موجودين في نفس النود. الفي ال ار دي صوره مصغره من الداتا بيز الكبيره بس تمب. حضرتك كل ريجن موجوده في اي بلد بتبقى مسؤول عنها في ال ار، لازم تكون بتاتاتش عليها. يعني ايه بتاتاتش عليها؟ اللي انت بتكون الانفورميشن بتاعتك موجوده على الفي ال ار دي، عشان لو انت عايز اي سيرفيس من المكان اللي انت فيه تبتدي هي الفي ال ار يروح يكومنيكيت مع الاتش ال ار او وات ايفر علشان يجيب الانفورميشن ويسهل لك السيرفيسز اللي انت عايز تعملها. فالفي ال ار دي تمب داتا بيز صوره مصغره جدا من الاتش ال ار، وكل ما بتتنقل من حته لحته بتتمسح من الفي ال ار القديمه وبتروح للفي ال ار الجديده. يعني حضرتك لما بتيجي تعمل رومنج، انت لو احنا دلوقتي موجودين كلنا عاملين اتاتشمنت على في ال ار معينه تبع المكان اللي احنا فيه، لو ابتدينا اتنقلنا واحنا محافظه ثانيه ممكن المحافظه الثانيه دي كنترول باي في ال ار ثاني. الانفورميشن بتاعتنا لازم بتبقى بوشت على الفي ال ار الثاني عشان يقدر يسهل لنا عمليه السيرفيسز. لو شفت فوق هتلاقي في حاجه شبه الارقام، ارقام التليفونات في انترناشونال فورمات على النودز. ده الادريسنج بيكون موجود، ده شبه البابليك اي بيز في الاي بي نتوركس. الكوميونيكيشن بتتم عن طريق الجلوبال تايتلز اللي هي بتبقى شبه ارقام، كل نود لازم يبقى عليها جلوبال تايتل، والروتنج بيتم عن طريق الجلوبال تايتل ده. عندنا طبعا الاس ام سي او الاس ام اس سنتر، ده اللي بيبقى مسؤول ان هو يبعت او يسبميت الاس ام اس. احنا مشكلتنا فين؟ مشكلتنا كلها موجوده في الاس 7 انتركونكت اللي ما بين الاوبريتورز وما بين بعضها. لان يعني الخوف كله بيجي، الخوف كله انه اي حد من بره يعرف مكانك فين، اي حد من بره يعرف يعمل كول فوردنج. الموضوع مش لازم اكون موجود معاك في نفس اللوكيشن بتاعك او نفس الكفرج بتاعك، لا انا ممكن من اي حته من بره. ولما نشوف بعد كده الاس 7 ستاك اتطور بقى كمان اوفر اي بي، فانا اي حته من بره باي بي اكسس انا اقدر اكونترولك واقدر لنا اهيجاك. طيب ايه الاس 7 سيجنالينج سيستم نمبر 7؟ الاس 7 الحقيقه ابتدى من ال 75 عشان يسيرف الفيكست نتوركس التليفونات الارضي، ان اي حاجه في الكوميونيكيشن يكون فيه سيجنالينج، شويه بروتوكولز بتديفاين السيرفيسز بتاعتك ايه، بتبتدي تنيجوشيت. والله الراجل السبسكرايبر ده مثلا معاه كوتا معينه، نبتدي نعمل له تشارجنج، السيرفيسز الالاود، كل هل مسموح ان هو يعمل تليفون، هل محطوط عليه كول فوروردنج ولا لا. الكلام ده كله بيبقى كنترول باي السيجنالينج بروتوكولز او الاس 7. تمام، بعد كده لما طلعت الموبايل نتوركس او الجي اس ام نتوركس، عشان يكون في انتروبرابيلتي ما بين الفيكست لاينز وما بين الجي اس ام نتوركس لازم يكون ان هم يفضلوا يستخدموا نفس السيجنالينج بروتوكول اللي هو اس 7. لما طلع كان باي ديزاين كان عدد قليل جدا من كان في عدد قليل جدا من الاوبريتورز، فكان بالتالي الناس كانت بتراست ايتش اذر. خلاص هو انا عارف انت اي حد يستخدم اس 7 هيبقى اوبريتور باي ديفولت، مفيش اي حد تاني من بره هيقدر ان هو امبرسونيت نفسه از ان اوبريتور ويبتدي ان هو يهايجاك الناس. الاس 7 زي ما قلنا احنا بنستخدمه علشان حضرتك تيجي تعمل تليفون، عايز توثنتيكيت النتورك، عايز النتورك بتاعتك توثنتيكيتك، عايز تبعت اس ام اس، عايز تعمل عايز تستعلم عن رصيدك، اي سبب من الاسباب ده بيبقى مسؤول عنه الاس 7. عايز اللي انت اتنقلت من مكان لمكان وعايز تنوتيفاي او سافرت المكان بره وعايز تعرف الهوم نتورك بتاعتك اللي انت مثلا سافرت، فاللي بيبقى مسؤول ده برضه عن ده الاس 7. ما كانش فيه اوثنتيكيشن، ما كانش فيه، كان كل الاوبريتورز او التليكوم نتوركس سواء فيكست لاينز او جي اس ام كانوا معروفين بيأثنتيكيتوا ايتش اذر، فكان الموضوع عامل كانه حيطه متحوطه عليهم، مفيش حد من بره يقدر ان هو يدخل او يجين اكسس على الاس 7 غير ليثلي. اهم اثنين بروتوكولز في الاس 7 ستاك هنتكلم عليهم، هم دول بيبقى فيهم الاتاكس او المين اوبريشنز اللي بتحصل، الموبايل ابلكيشن بارت الماب والكامل ابلكيشن بارت والكاب.
ده شكل الستاك. الاس 7 قبل في بداياته كان معتمد على الفيزيكال ام تي بي ليفل 1 وام تي بي ليفل 2. ده الفيزيكال كونكت, ده الفيزيكال لاير بتاعه. احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نماب الستاك ده للتي سي بي اي بي ستاك, بنحاول ان احنا نعمل انالوجي كده عشان بس الناس تبقى وصل لها الصوره كامله. ام تي بي ليفل 1 وام تي بي ليفل 2 ده الفيزيكال, يعني زي ما احنا عندك مثلا انت بتوصل بكابل ايثرنت او كابل الميديا بتاعته واتيفر كانت ايه. هو كان في اي 1 وتي 1 انترفيسز او اي 1 وتي 1 كيبلز, ده كان السبيد بتاعه بيوصل لحوالي 2 ميجا او حاجه. بعد كده في الام تي بي ليفل 3 والاس سي بي, ده اللي بيستخدم في الراوتنج بتاع الاس 7. بعدين اللي بيماب للابلكيشن لاير عندنا الماب الكاب والايزاب. الايزاب هي دي بتبقى مسؤول, حضرتك بتيجي تعمل تليفون اول حاجه لازم في نيجوشيشن رقم نيجوشيشن للكول سيت اب, لازم يحصل كول سيت اب. الكول سيت اب ده بيحصل عن طريق الايزاب, ده الابلكيشن بروتوكول المسؤول عن الكول سيجنالينج. الماب والكاب اي حاجه مالهاش علاقه بالتليفون, زي ما قلنا سبلمنتري سيرفيس, عايز استعلم على رصيدي, عايز ابعت اس ام اس, عايز اعرف اللوكيشن بتاعي فين, ده بيتم عن طريق الماب والكاب. الدنيا اتطورت بعد كده لما لقى ان كانت المشكله في موضوع الاس 7 في اللو ليفل ستاك بتاعه الام تي بي ليفل 1 ام تي بي ليفل 2. اول حاجه الهاردوير كان غالي جدا, تاني حاجه السبيد كان كونسترين على 2 ميجا ماكس. فالناس قالت لا احنا محتاجين ان احنا نحول ان احنا نبقى اي بي علشان الدنيا تبقى اول حاجه ارخص ونستفيد بالسبيدز بتاعتها. فطلع بعد كده عندنا حاجه الاس 7 اوفر اي بي او السيك تران, ده ايم اوفر اي بي وبيستخدم الاس تي بي از ا ترانسبورت لاير. والحقيقه هي دي المشكله او ده اللي خلت ان الاكسس للاس 7 الاس 7 نتورك بقت سهل, لان مجرد لو انت عندك اي بي كونكتيفيتي والاي بي كونكتيفيتي ده allowed routed by roaming partners او roaming hubs او ممكن نقول virtual network operators, هتقدر ان انت توصل لاي نتورك ومش هتبقى فارقه على فكره اذا كان النتورك الثانيه بتالاو او ديسالاو, انت هتوصل لها هتوصل لها. احنا قلنا ان الماب ده الابلكيشن لاير, ده اللي هو مسؤول عن كل الحاجات النون كول سيجنالينج, تمام. ده اللي بيخلي الاوبريتورز يعرفوا يتكلموا مع بعض, ده اللي يخلي لو حضرتك تسافر تعرف ان انت توصل لهنا, تعرف تعمل تليفون او تبعت اس ام اس لحد موجود في الهوم نتورك بتاعتك. ده اللي بيديك الرومنج كابابيلتي, بتقدر تعمل منه اس ام اس وفي سبلمنتري سيرفيس. تحت الماب بيبقى فيه شويه اوبريشنز, او الماب ده بيبقى مسؤول عن ايه بالظبط. اول حاجه الموبيليتي مانجمنت, حضرتك لما ساعات كتير دايما لما بنتنقل من حته لحته ممكن نلاقي التليفون دروبت, ده بيبقى اسمه هاند اوفر عشان تعرف انت تتنقل بسهوله من مكان لمكان او تعرف تعمل رومنج بره, فلازم يكون فيه موبيليتي مانجمنت. تاني حاجه سبسكرايبر انفورميشن, لازم في كل وقت وكل ثانيه الهوم نتورك بتاعتك تبقى عارف مكانك فين. اول حاجه عشان لو في سيرفيسز معينه بيزد على اللوكيشن بتاعتك بتبتدي ان هي تديها لك, محتاجه ان هي تبعت لك توصل لك الاس ام اس او توصل لك التليفونات, فلازم تبقى عارفه مكانك فين عشان تبتدي ان هي تروت لك الكلام ده. الكول هاندلنج والسبلمنتري سيرفيس زي ما احنا قلنا, الحاجات اللي بتبقى قايمه على الشورت كودز, كول فوردنج, عايز اشحن, عايز استعلم, والاس ام اس. الجي اس ام اي الحقيقه او الجي اس ام اسوسيشن دي بتبقى المسؤوله ان هي تبتدي تحط ستاندردز للجي اس ام اوبريتورز او البروتوكولز بتاعت التلكو. صنفت الاس اس ام الاس 7 مسجز لخمسه كاتيجوريز, بيزد على ايه؟ بيزد على انا هل ينفع الكاتيجوريز دي بتبقى فيها سيت اوف مسجز. سيت اوف مسجز دي هل ينفع يجولي من بره ولا لا؟ هل ينفع لنا, هل لو في مسج معينه جايه لي من اوبريتور بره هل لازم اعملها بلاك ليستنج ولا لا انا ممكن اقبلها واخلي اي نود عندي ترد عليها؟ فبيزد على ده ابتدت تصنف كاتيجوري 1 المسجات اللي ما ينفعش تجي لي من بره. لو احنا شايفين تحت الايرو الاصفر ده المسجات اللي الاود بس من جوه, يعني ما ينفعش في اي حد من بره يجي يقول لي انا عايز اعرف مكانك فين, ما ينفعش اوبريتور يبعت ما ينفعش اوبريتور من بره يبعت لاي حد موجود اتاتش مثلا على نتورك من نتوركس اللي هم نتوركس موجوده هنا يقول له عايز اعرف اللوكيشن بتاعك فين. فدي لازم تبقى بلوكت باي ديفولت. كاتيجوري 2 المسجز اللي ممكن تيجي من الرومنج بارتنر بس للرومرز بتاعهم عندي في الهوم نتورك اللي هم اللي هم الانباوند رومرز, تمام. دي لو هو ده وارد ان هو عايز يوفر له بعض السيرفيسز معينه فلازم يعرف ان هو مكانه فين.
فلازم الكاتيجوري فلازم المسجز دي توصل للانباوند رومرز بس ما ينفعش توصل للسبسكرايبرز بتوع الهوم نتورك نفسهم. كاتيجوري 3 الحاجات اللي هي كده كده لازم تيجي المسجز اللي لازم تبقى الاود من بره ما ينفعش ان انا اعمل لها بلاك ليستنج ولازم يبقى في شويه انتليجنس وانا بعمل لها ديتكشن. 4 الاس ام اس اوبريشنز و5 الكامل. اول سيناريو هنشوفه اول اتاك سيناريو هنشوفه هو بيسيميليت كاتيجوري 1 مسج. كاتيجوري 1 مسج زي ما احنا قلنا المسجز اللي ما ينفعش تيجي من بره ولازم تبقى بلوكت من اي اوبريتور جاي من بره. يعني لو مثلا عملنا قلنا اوبريتور هنا في مصر المسج ده اي حد غير 010 011 012 لازم يكون مقفول عليه. ما ينفعش يكون ما ينفعش ان هو يدخل له او يكويري على حاجه من عنده في النتورك. الاتاك ده ببساطه ايه اللي بيحصل فيه؟ الاتاك ده بيستخدم مسج اسمها سند روتنج انفورميشن. لما بيحصل في اول ما بيحصل تليفون احنا قلنا اللي بيهندل حته الكول سيجنالنج الايزاب. بعد ما بيحصل بعد الايزاب بتروح للهوم نتورك نود لنود اسمها الام اس سي او الجيت واي سويتش. ده المين سويتش بيكون موجود في النتورك اللي بيروح بعد كده يعرف مكانك فين. الجي ام سي بيروح يبعت سند روتنج انفورميشن للداتابيس بتاعتك عشان يعرف مكانك فين. كل اللي هو محتاجه رقم التليفون الام سايز دي ان. الاتش ال ار او الداتابيس هتبتدي ترد على الجي ام سي ده بالانفورميشن مكانك فين، الجلوبال تايتل او الادرس بتاع الام اس سي اللي انت ممكن توصل التليفون المكالمه عليه، الام زي الامي والالاود سيرفيسز. تقريبا كل حاجه عنك موجوده عند في الداتابيس بتاعت الاوبريتور هتوصل للاتاكر ده. طب هل كده يعني ده الثريد فيكتور او الوحيد اللي احنا ممكن نقدر نشوفه؟ للاسف لا. انت دلوقتي عندك مثلا حاجه، اول حاجه انت ابتديت تعمل بروبنج وعرفت النتورك نودز ايه هي، لان انت اول حاجه استخدمت رقم تليفون وانت مش عارف انت رايح لمين. الداتا بيز اللي مسؤوله عن اليوزر ده ابتدت هي اللي ترد عليك، فانت معاك ادرس بتاعت الداتا بيز. بعد كده ممكن تعمل سكاننج على رينج وتبدا تدكت ايه النودز الثانيه. تاني حاجه طبعا ترجع لك اللوكيشن انفورميشن، رجع لك الايمي. الايمي انت ممكن بالايمي او اللي هو الهاردوير سيريال نمبر انت عرفت ايه نوع التليفون، فتبتدي ان انت تكونستراكت مالوير او كاستمايز مالوير بيزد على مالوير، يعني كاستمايز لنوع التليفون ده. تمام. واللوكيشن انفورميشن اللي ممكن يوصل للجي بي اس كوردينتس. وموضوع اللي انا باللوكيشن انفورميشن في بابليك داتا بيزز موجوده اونلاين كتير جدا عليها السيلز او كل التاور بتاع كل اوبريتور. فبالتالي انت لو دخلت الانفورميشن اللي راجعه لك دي في الداتا بيز البابليك اللي موجوده تبتدي تعرف الاكزاكت لوكيشن بتاعه اليوزر فين. خلينا نشوف سيميليشن بسيط على الموضوع ده. هنسيميليت اللي احنا هنسيميليت اللي احنا سويتش بره النتورك. احنا زي ما قلنا ان الكاتيجوري 1 ده ما ينفعش يجي من اي حد من بره، فانا بسيميليت اللي انا سويتش جاي من انجلترا رايح اكوير على يوزر موجود في اوبريتور هنا في مصر. تمام. وهنوري البيك اب وعشان نعرف حجم الانفورميشن وازاي الانفورميشن اللي طلعت لنا بعد كده في الريبلاي دي ممكن نستخدمها ازاي. تمام. ده بس ده البيك اب بس مش اكتر. ثانيه. ده السيرفر او ده اللي بيسيميليت الداتا بيز الاتش ال ار. الاستاك بتاع الاس 7 موجود اوبن سورس، فاي حد لو عنده التول وعنده الاس 7 اكسس ممكن يقدر ان هو يتاج بمنتهى السهوله. كده الستاكس كلها انيشاليزد او الاس 7 ستاك اللي على السيرفر انيشاليزد. ده الاتاكر. بيبتدي يحصل زي بيرنج في الاول يتاكد ان فعلا انا بكلم السيرفيس المظبوطه، ويبتدي يبعت له بارامترز. البارامترز دي فيها ريكوست.
باين هنا ان احنا بنحاول نلوكيت تارجت. لوكيت تارجت زي ما احنا قلنا المسج دي كل اللي محتاج فيها رقم تليفون بس. فانا بلوكيت تارجت ده رقم تليفونه تمام. والاتش ال ار رد عليا بكل سهوله قال ان سبسكرايبر انفورميشن سنت واللوكيشن ريتريفد للاتاكر. دي الماب مسج الدايركشن بتاعها زي ما قلنا من السويتش رايح للاتش ال ار سند راوتنج انفورميشن. ده ريكوست. ايه اللي بيبقى موجود في الريكوست اللي انا ببعته كاتاكر او كواحد بيمبرسونيت ان هو فيك جي ام سي؟ مجرد رقم التليفون بس. طب بريكوست ايه؟ انا بريكوست سبسكرايبر انفورميشن. طيب الاتش ال ار ردت ب او الداتا بيز بتاعت الاوبريتور ردت الحقيقه بانفورميشنز كتير. اول حاجه منها الامزي زي ما قلنا ان في بعد كده اتاكس او مسج بتبقى معتمد على الامزي ده. فانا كون ان انا عرفت الامزي وعرفت الاي دي بتاعك جوه الاوبريتور انا مش محتاج رقم تليفونك مش محتاج اي حاجه ثانيه واقدر ان انا اعمل مور ديبر اتاكس بالامزي. السبسكرايبر انفورميشن ودي بتبقى الاهم اللي بيبقى فيها اللوكيشن انفورميشن. اللوكيشن انفورميشن راجع لي حاجتين. اول حاجه راجع لي ده المفروض ده في هيكس ده اسمه الفورمات بس ده المفروض اللات واللونج بتاع اليوزر موجود مكانه فين دلوقتي. لو في بعض السمارت فونز بتبقى انت بتنيبل اللوكيشن سيرفيسز بتاعتك. اللوكيشن سيرفيسز بتاعتك دي لو انت عندك انيبل GPS تشيب انت بيقدر ان هو يعرف الجي بي اس لوكيشن بتاعك. تاني حاجه بيرجع لي بارامتر تاني او بيرجع لي انفورميشن تانية اللي هي السيل جلوبال اي دي. ايه السيل جلوبال اي دي؟ زي ما احنا قلنا كل يوزر او احنا دلوقتي موجودين في 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 كفرج بتاع سيل معينه تمام. السيل المعينه دي ليها بين بوينتس على مابس على بابليك داتابيز. السيل جلوبال اي دي احنا لو خدناها بعد كده نعمل لها ديكودنج لو انا عايز اعرف اليوزر ده مكانه فين ده ديكودر بسيط كنت عامله بس عشان يديكود. السيل جلوبال اي دي مكوناته كالاتي مكون من اربع اجزاء. اول حاجه موبايل كونتري كود مكان البلد مصر مثلا 602 تمام. الموبايل نتورك كود ايه انهي اوبريتور انا باتاتش عليه ده 02 الاوبريتورز اللي عندنا يا 01 يا 02 يا 03 تمام. اللوكيشن اريا كود كل مجموعه سيلز مع بعض ليهم كود معين او ليهم كانهم زون كود معين تمام. والسيل اي دي انهي سيل تحديدا انا ما اتاتش عليها. فبالانفورميشن دي لو دخلت على بابليك داتابيز زي الموجوده دي اوبن سيل اي دي ودخلت الانفورميشن اللي طالعه لي ببساطه هيطلع لي مكان اليوزر فين بالظبط. ده السيل اللي ما تاتش عليها يوزر. طبعا ده يعني سيل موجوده بره فرنسا تحديدا. فبالتالي انا بقيت عارف مكان اليوزر. فانا بالانفورميشن البسيطه دي او بالرقم التليفون انا عرفت مكانك فين والحاجه موجوده بابليكلي ما فيش اي حد حتى بيشوف او بيعرف حاجه زي كده اذا كان الانفورميشن دي المفروض تكون اونلاين ولا مش المفروض تكون اونلاين. فده كان سيناريو من السيناريوهات اللي المفروض المسج زي دي الاوبريتورز يبتدي يعمل لها بلوكينج. وللاسف الاوبريتورز ما بيعملهاش بلوكينج وبيعمل لها الاونج لكل الجلوبال تايتلز اللي الاوبريتورز اللي هو بيتاتش معاها. زي ما احنا قلنا ان الثريت الموجود او الفولنبيليتي الموجوده في الاس 7 باي ديفولت موجوده في الديزاين بتاعه. معنى ايه؟ ان مفيش حاجه بتعمل مسج كورليشن، مفيش حاجه بتقول ان المفروض فعلا المسج اللي اتبعتت دي بطريقه تبعت الاس ام اس بس. هل ينفع انتربت التشين بتاع او انتربت الفلو بتاع المسج دي واخد الانفورميشن اللي رجعت لي وابعت بيها حاجه ثانيه؟ هو للاسف ينفع ودي مشكله من المشاكل. يعني احنا شفنا السيناريو اللي قبل كده ده كان دايركت اتاك، لكن انا ممكن اعمل مالتي ستيج اتاك. بمعنى ايه؟ سند روتنج انفورميشن اس ام بيستخدم عشان اعرف اعمل روتنج للاس ام اس بتاعتك.
السيكونس الطبيعي بتاعها اللي انا المفروض ببعت سند راوتنج انفورميشن للداتابيس، الداتابيس بترجع لي باللوكيشن، بعد كده بسبميت الاس ام اس على طول. لكن في الحاله بتاعتنا لما اجي اعمل جنريت اتاك زي ده، انا بفيك اللي انا اس ام اس سنتر، تمام، هيرجع لي انفورميشن بتاع انهي سويتش اليوزر اتاتشت عليه والاي دي بتاعه. هاخد الانفورميشن الام زي والجلوبال تايتل، وابتدي ابعت مسج ثانيه اللي هم ضمن الكاتيجوري 2 مسج، لو فاكرين كاتيجوري 2 مسج اللي المفروض تتبعت بس للرومرز بتوع الاوبريتور او الرومينج اوبريتور، ما ينفعش تتبعت للسبسكرايبرز بتاع الهوم نتورك. بالتالي هيرجع لي برده نفس الانفورميشن، هيرجع لي جي بي اس انفورميشن، سيل اي دي، وكل الانفورميشن احنا شفناها قبل كده. بس ده شكل من الاشكال ازاي ممكن يبقى مالتي ستيج، والام اس سي باي ديفولت بتقبل اي كوميونيكيشن. يعني حتى انت الاوبريتورز ما بيعملوش عليها بلاك ليستنج. البلاك ليستنج يوم ما بيتعمل عند الاوبريتور بيتعمل على الداتابيز، بيتعمل على رينجات كبيره. فبالتالي ان ممكن لو في اوبريتور من بره بيليس جلوبال تايتلز للاتاكر او اي ممكن اي حد يعرف يوصل لاي حد للثيرد بارتيز بيرنتو الجلوبال تايتلز او الببليك اي بيز بتاعه الاس 7 نتورك، هيقدر بكل سهوله ان هو يكوير على السويتشات، يكوير على الداتابيزز بتاعه الاوبريتورز من غير ما اي حد يساله انت جاي بتعمل ايه. اخر سيناريو ممكن نشوفه معانا هو موضوع ازاي نقدر انترسبت الاس ام اس. الاس ام اس زي ما قلت ان كل اللي انا محتاجه واللي انا هقول اللي انا في ال ار، زي ما قلنا احنا نيجي ان كل ما نيجي نتنقل من حته لحته بنعمل ابديت لللوكيشن بتاعنا، انا موجود تحت انهي فيزيتور لوكيشن ريجستر. فلو اتاكر قال له انا تحت اليوزر الفلاني تحت ال باتاتش معايا، فكل الترافيك اللي جاي اليوزر هيجي للاتاكر ده. فبالتالي لو الاتاكر بعت للداتابيز قال له انت تحت هو اليوزر ده الام زي بالام زي او بالاي دي بتاع اليوزر تحت جلوبال تايتل الفيك، الاتش ال ار من غير برضه اي اوثنتيكيشن هيبتدي يتراست الفي ال ار ويخزن الادرس ده عند اليوزر عنده في الداتابيز. فبالتالي اي كوميونيكيشن هتروح للفي ال ار ده، اي حد عايز يبعت اس ام اس هيروح يكوير عادي زي ما احنا شفنا قبل كده للداتابيز، الداتابيز هترجع له اللوكيشن بتاعه فين، بس هترجع له الادرس الفيك بتاع الجلوبال تايتل بتاع الاتاكر، تمام، اللي هو ابتدى يستور عنه. الاس ام سي او السيرفيس سنتر هتبتدي تسبميت الاس ام اس هتوصل للاتاكر، والاس ام اس باي ديفولت مش انكريبتد، يعني اي حد انترسبتد الاس ام اس اقدر ان انا اشوف الكومبوننتس بتاعتها. ده مثلا كرافتد باكت كنت عاملها انت ازاي انت بتبعت اس ام اس تو واي اوثنتيكيشن للايميلز بتاعتك، انترسبتد الايميلز هعرف اجيب انترسبتد الاس ام اس هعرف اجيب التو واي اوثنتيكيشن، البنك اكونت، الواتساب، انا ممكن امبرسونيت اللي انا يوزر، انا حطيت رقم تليفونك على واتساب ابلكيشن تاني وعملت الاتاك ده كل الترافيك هيجي لي الاس ام اس فيريفيكيشن، ان واتساب بتفيريفاي اليوزرز باس ام اس فيريفيكيشن، الاس ام اس كود هيجي لي على ال هيجي على الفيك في ال ار، هيجي عند الاتاكر هياخد الاس ام اس فيريفيكيشن، وبالتالي هيبتدي هو اللي يعمل الكوميونيكيشن ما بينه وما بين اي حد تاني موجود عندك على الفون بوك كانه انت رقم تليفونك انت. ده برضو ازاي اللي احنا ممكن بالسبلمنتري سيرفيس او زي ما احنا قلنا اللي انا انيبل كول فوروردنج، وبالتالي كل الكول فوردنج ممكن يجي عند الاتاكر ويبتدي يكورد التليفونات ومحدش هيحس باي حاجه، المكالمه هتقوم عادي ما بينك وما بين الطرف الثاني انت بتكلمه، بس انت معدي على ممكن يبقى بي بي اكس زي استرسك او حاجه واخد رقم تليفون وكل الكوميونيكيشن تبقى ريكوردد على البي بي اكس. كان نروح مهم جدا بس عشان الوقت. طيب نعمل ايه عشان احنا نوفر كام حاجه زي كده؟ الموجود ده موجود من السبعينات، فانا مش هنقدر نغير في الديزاين بتاع الاستاج بشكل من الاشكال، بس احنا مهم جدا ان الاوبريتورز يبتدي يعملوا مونترنج للانتر كونكتس بتاعتهم، يبتدي يعملوا مونترنج لللينكات اللي ما بينهم وما بين الرومينج بارتنرز، يعرفوا هل في كاتيجوري مسج تحت كاتيجوري 1 وكاتيجوري 2 بتجي لهم ولا لا، يبتدي يراقب الاس ام اس اوبريشنز، هل معدل الكويري اللي بيحصل زي سند روتنج انفورميشن فور اس ام اس، هل المعدل بتاعه اكتر بكتير من نفس النود دي بتبعت الاس ام اس ولا لا؟ ما هو طبيعي لو العدد بتاعه اقل اكتر من بيجي يعمل بعد كده سبميت الاس ام اس في اي، فكده معنى كده ان في حد بيحاول ان هو يعمل كويري على يوزر معين او يتراك يوزر معين. فاهم حاجه لازم الاوبريتورز تبتدي تمونيتور الانتر كونكت سواء انترناشونال او ناشونال. الحقيقه اللي انت برضه ما تقدرش تضمن الناشونال اوبريتور ده عنده موجود عنده ايه، ممكن يكون عنده مس كونفيجريشن بشكل من الاشكال.
بالتالي بعد ما نقدر نعرف اذا كان محتاج كاتيجوري 1 دي عملنا مونيتنج وشفنا كاتيجوري 1 وكاتيجوري 2 ما لناش هي ليها اي لازمه موجوده تكون موجوده عندنا في النتورك، فنبتدي ان احنا نعمل لها بلاك ليستنج ونوايت ليست لو في بارتنرشيب او في نقدر نقول اجريمنتس معينه ما بيننا وبين الاوبريتورز الثانيه. ثالث حاجه اس ام اس هوم راوتنج، ان لازم احنا زي ما شفنا ان ابسط الاتاكس ممكن تحصل انا عايز ابعت اس ام اس، تمام، ان بيبعت المسج المسؤول عن روتنج الاس ام اس، اي اس ام اس اوبريشن لازم تيجي عند اس ام اس فاير وول او اس ام اس راوتر. الاس ام اس راوتر ده هيعمل ايه؟ بالتالي هيبعت فيك امزي او هيبعت زي كورليشن اي دي، مش بيبعتش الامزي بتاع اليوزر، وبيبعت الادرس بتاعه هو، ما بيبعتش الادرس بتاع السويتش. فبالتالي اي حد عم بيحاول ان هو يتراك مش هيقدر يعرف الادرس بتاع السويتش ولا هيقدر يعرف الترو اي دي بتاع السبسكرايبر. بعد كده المفروض يكون S7 firewall، S7 firewall تقدر تبروتكت او تقدر ان انت تبروتكت اجينست الاتاكس اللي بتحصل على المسجز الثانيه مش الاس ام اس بس. وفي S7 firewalls كتير للاسف ما فيهاش الانتليجنس الكافيه اللي تقدر تديتكت حاجات زي الكاتيجوري 3، مجرد بس هي دلوقتي بتعمل بلاك ليستنج او وايت ليستنج. اخر حاجه المفروض يكون في ريجوليشنز وفعلا في ويل من الاوبريتورز ان هم السكيورتي تيمز موجوده في الاوبريتورز مع الكور تيمز اللي شغالين على النودز دي يبتدوا يشتغلوا مع بعض ان لا احنا محتاجين ان احنا اعرف ايه الرومنج اجريمنتس بتاعتك، ابتدي احط بلاك ليست، ابتدي امونيتور، اديني اكسس على البروبز بتاعتك، ابتدي امونيتور فعلا ايه اللي بيحصل. ما ينفعش ان انت تبقى نود المفروض تكون سكيورتي جوب والسكيورتي الموجودين في الاوبريتور ما يقدروش ان هم يعملوا مونيتنج بنفسهم، لان برضو السنس بتاع السكيورتي انجينير هيبقى اعلى بكتير من الكور انجينير اللي موجود. اخر حاجه ده كان بروجكت كنا ابتدينا نشتغل فيه ان هو بنتريشن تيستنج فريم ورك للاس 7 الاوبريتورز ممكن يستفيدوا منه. ده في كل المسجز بالكاتيجوريز بتاعتها، في الاتاك سيناريوز كلها، لو في عشان الاوبريتورز حتى او اي حد بيعمل ريسيرش في التليكوم يقدر ان هو يتشيك على الفولنربيلتيز او يشوف او الاوبريتورز عايز تشيك على البوستر بتاعها بتاع النتورك بتاعها عامل ازاي او تفاين تيون الكونفيجريشن بتاعتها. شكرا، لو في اي اسئله او حاجه.